كان عندي 12 سنة، كان يوم 23/1. أنا كنت نايمة، كان في أجازة نص السنة. صحيت، كنت داخلة الباثروم عشان يعني صاحية، لسه صاحية من النوم بس، فلقيتها lying down يعني راقدة على الأرض وزرقة قوي. وقعدت بقى يعني قعدت في إيه مالك ماما اصحي كده، بس مفيش خالص. و كلمت أهلي، كلمت الأول جارتنا بس محدش كان موجود. بعد كده كلمت بابايا، قلت له، بس هو أنا قلت له إن هي أغمى عليها عشان لو كنت قلت له إن في حاجة حصلت كان هيجي بسرعة وكان ممكن يحصل له حاجة، فما ينفعش نخسر الاتنين في بعض يعني. بس قلت له إن هي كان أغمى عليها، بس جه وكان متضايق قوي. عشان كانت experience قوية في سن صغير، الحاجات المعروفة يعني.